دشنا من عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة علي القوزي ومعه وكيل أول محافظة محمد قحيم حملة التبرع لدعم البنك المركزي اليمني بناء على دعوة قائد الثورة سيد عبد الملك الحوثي. وفي تدشين الحملة دعا أمين عام محلي المحافظة إلى التفاعل والمساهمة في إنجاح الحملة وتوفير السيولة النقدية للبنك المركزي، فيما أشاد وكيل أول محافظة محمد قحيم بدور أبناء المحافظة وإسهامهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة النقدية للبنك المركزي، مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع وخاصة البيوت والمؤسسات التجارية.